السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 7 الجاذبية، القسم 1 حركة الكواكب والجاذبية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق والنجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل كتابة ولفظا. يدور نبتون حول الشمس ويوضح الشكل 10 متوسط المسافة بينهما، والتي تسمح للغازات ومنها الميثان بالتكثف وتكوين غلاف جوي. إذا كانت كتلة الشمس، فاحسب الزمن الدوري لنبتون. المسألة هي بدك تستخدم لها معادلة الزمن الدوري، هذه تي كابيتال وتساوي 2 باي جذر التربيعي ار للتكعيب على جي اللي هو ثابت الجذب الكوني على ام اس اللي هي كتلة الشمس. بدك تكون حافظة ار عندك، يا ار هذه هي بعد نبتون عن الشمس، وجي ثابت يعطى في المسائل. اذا تي كابيتال تساوي 2 باي جذر التربيعي ار للتكعيب، لما ما ننسى، على هذه جي تعطى مقدار ثابت يعطى، وهي كتلة الشمس. بالحساب تطلع الزمن الدوري تي كابيتال وتساوي 5.20 في 10^9 ثانية. إذا بدك تحولها للأيام تضربها بمعامل التحويل، هذا معامل التحويل. واحد يوم، اليوم 24 ساعة والساعة 3600 ثانية. عشان تروح الثانية مع الثانية تضربه بتقسم بيطلع عندك هذا الجواب بالأيام. في أمان الله، لا تنسونا من الدعاء.